سلام بنات، كيراكم دايرين؟ غايه لاباس، مسمشين، ناشطين. ان شاء الله تكونوا بخير. غادي تولوا صايمين شهر ونص، شهرين غادي تولوا مظلمين، غادي يولي الحال يدور، النو البرد وقش بدو قش المشتر، ما بقى والو. ايوا ان شاء الله يدخل علينا المشتر بالصحه والهنا والراحه يا رب العالمين. قلت لكم في كل صباح، اليوم صبحت مع الفطور، ماش عندي ميناج بزاف، قلت ندير فطوري فيتشي باسكو ديجا راه قريب وقت الفطور. اليوم شويه تفنيت، ما نطش بكري كي العاده. غادي نطحن هنا طوماطيس، طوماطيس ولا طوماطيش جنسيبا. المهم غادي نحي لها لابون، ما قلت لكمش باغي ندير الفطور. غادي ندير، راني داير هنايا شويه تاع الاخر الدجاج، راني نقلي فيه هنا. راني موجده كي كتشوفوا زروديه، راني موجده هنايا فلفله مقطعه دقيقه، هنا زروديه كيما نقولوا هذيك السناريه ولا خيزو ولا كل واحد شيقولها. طوماطيشات غادي نقلع لهم لابو ونطحنهم، وني موجده هنا بصله مقطعه ها هي لا كتشوفوا، وهنا الدجاج راني نقلي في الدجاج ديجا بقى نحمر الشير كيعطي بنه شابه. من بعد هاد الدجاج مادام هي حمار يعطي في الزيت بنه بنينه، راكم عارفين. درت غير طراف صغار، ما كثرتش باسكو مانيش بزاف، انا غير دو بيرسون، هاد 3 بيرسون استغفر الله، ولدي الصغير فوالا. لا كنتو عايله كتصرو ديرو حساب افراد العائله. المهم انا ملي تحمر شويه الدجاج غندير معاه البصله، غادي نطيب. قلت لكم اليوم هاد الاكلات الفاسون جامي سييتها، غادي نسييها لا بروميير فوا، اللي هو التليفلي. التليفلي نعرفو الناس الشرق ياكلوه بزاف، حنا الناس الغرب قليل اللي يديره، ماشي دائما. هو بخاس بخاس كيجي كيما الروز، شوالا هو يجي بالفيرميس، مش با فيرميس، اللي يجيب هذيك لسان الطير، هذيك اللي نديرو بها الشوربه. فوالا غادي نخليه يتقلى وروح نقي هذوك الطماطيشات تقلات. غادي نزيد غنرمي هذاك هذاك الفلفله الزروديه نتاعي اللي نقيتها وقطعتها رقيقه. تبغي تقطعيها كي تاع الطعام هكا طويله قطعيها، المهم انا قطعتها رقيقه. و او ميم طون غادي ندير الثوم، نسيت باش ندير الثوم، نزيد شويه تاع الثوم هنا ونجيب العطر. اي تي بو دير السلام عليكم لي دولوا. السلام عليكم. غي بيان. وعليكم السلام ماما. دوك ولدي تنارفه، قلت له ما تجيش من هنا، قلت له اقعد تما وقول السلام عليكم، قال لك ما قلتش السلام عليكم. سي بون ماما. درت الثوم ودروك غادي ندير شويه طوماطيش تاع القوطي. اللي ما تبغيهاش تستغنى عليها، انا تعجبني البنت البنه نتاعها في الفليفلي كما قلت لكم، دوقتها خطره باينه فيه ديك الطوماطيش. فوالا ديروا الملح، ديروا شويه، شوف لما ديروش كاع هاد لي زيبيس، ديروا غير شويه راس الحانوت، كاين اللي يدير غير راس الحانوت. انا لا، انا درت شويه قزبر ناشف. انا هاد لا هاد مالك ماما بوكو سي با غراف، ابخي ابخي باسون كا. درت سكنجبير، كمون، شويه تاع القزبر الناشف، شويه تاع الخرقوم اللي هو الكركم، وشويه تاع الحرور. لا ديروا جوا حر، استغنوا على الحرور. ندير طوماطيش تاع القوطي، طوماطيش تاع الحبه مرافيه، كدات طوماطيش تاع القوطي ديجا. نو سي با ميتمو، سي ابخي ماما، ميتمو جي با بيزوان. وخلطي دروك وتخليها تزيد تشرب غير هاد العطور مليح، وديري زوج وراقي رمد، وقفلي الكيكوطه تاعك طيب، ونتلاقوا بعد ما يطيب ان شاء الله الدجاج. شاولا ما تطفوهاش بالماء بزاف، انا نقول لكم غير قد ما يتغطى الدجاج ولا اللحم حبسي. ولا كنتي غديري كونتيتي كبيره زيدي شويه تاع الماء باش من بعد ندري لسان الطير يتشرب خاطر كاع ديك لاصوص. المهم انا ندير شويه صوص هنايا، نطفيها بالماء ونخليها طيب ونعاونولي لكم خواتي. ثاني وليت لكم بعد ما طاب الدجاج، ها هو قلعت صفيت الدجاج تاعي، وهنا المرقه هذه قلت غادي نخليها على القليل دروك. وهنا راني دايره الدهان كيما راكم تشوفوا راه يدوب، هنا غادي نرد الكيكوطه تاعي تاني تقعد على القليل شاعله باش من بعد نرمي فيها الرز. الرز بالنسبه للرز غادي نولوا له، كاين الرز اللي تشمخاه وتفوره وتعاود تشمخاه كيما الطعام، بصح انا لا ماشي الرز السنطير، انا لا انا غنديرها طريقه الرز. غادي نقليه هنا شويه هكا يتشرب هذا الدهان، بسم الله. درت غرفيه تاع الرز، غادي نبدا نقلي فيها غير بشويه قد ما تشرب مليح وكلش تبدا تعطي واحد الدوغي، عاد نديرها ديريكتومو في المرقه طيب. وكاين اللي لا تبغي تفورها وتعاود تفور وتعاود كيما الطعام، طريقه كي تاع الطعام.
هذيك الطريقه شويه صعيبه، فيها الوقت، تدي لك الوقت بزاف وفيها الخدمه. اللهم ديري هذه فاسيلي غابيد، ها هو طرف دهن انت حمصتيها شويه فيه، وبعد ديريها في المرقه تشرب كاع المرقه نتاعها وتاكليها بالصحه ان شاء الله. وهنا على جهه كنت بروفيتيت، كان عندي شويه وقت وكان خصني الحسن للدار، راني طيبت الحسن كما كنت تشوفوا، غادي نخليه يزيد غير شويه ونطفي عليه. انا الحسن يجيني ساهل ماهل، شنو ندير؟ هنا درت 2 كيلو سكر، كبيت 2 كيلو سكر، لتر تاع الماء، ودرت فيه حبه ليم، درتها دي طرونش. تبغي ديري عود قرفه، تبغي ديري شويه قرنفل، كل واحد ينسمها كي يبغي. انا درت نجمه هذيك تاع الارض الباديان، ودرت حبيبات قرنفل ثلاثه هكا، هذا ما درت. المهم هاو الحسن تاعي طاب مسيسة كيما نقولوا. انا شان ندير؟ انا نكب دا على هذا، نبلع الكيكوطه مين تصفر لي، نكون خليتها قاويه، مين تبدا تصفر ندير الصفاره وننقص لها ماشي كاع بتي فو ان تي بو مويان، وتخليها تحسبي لها ساعه غير ربع. مين تحليها تصبيها كيما هكا، راها طابت تم تم، ساعه غير ربع غير تحليها. شاولا انا مين تستيتها بالمغرف خاصها غير شويه يزيد ينشف، ماشي بزاف. هاو لو مادام هي كما نقولوا من بعد مين يبرد دوك يتقال، غادي يولي الحسن ثقيل. راني موالفه نخدمه بهذه الطريقه سهله فاسيل غابيد وفي ميزون بروبر. المهم غادي نخليه ينشف لي غير شويه، نطفي عليه بلا ما ثاني نقلي هذا السنطير. المهم انا غادي نبدا نحمص فيها غير شويه، نديرها في المرقه تتشرب، ومن بعد نولي باش نوريها لكم طايبه. المهم خواتاتي ها هو الديسيت كما راكم تشوفوا تاعي طاب ما شاء الله، جا بنين 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 بهذه الطريقه. نتمنى يا ربي تجربوه تنجحوا فيه. ها هو كما راكم تشوفوا والله غير يجي شباب، ويجي كي غادي نفهمكم، يجي رطب زعما، يجي ماشي كالروز هكا نعشف، مي هذا يجي كلي طري. بسم الله والله غجربوه بنين وشباب، اش غادي نقول لكم. المهم انا راني قلت لكم بالنسبه لي زيبيز تنجمو ديرو غير كيما انا درت، شويه طماطم قوطي ملح وشويه تاع كركم، وديري فيه شويه سكين جبير وشويه تاع قزبر ناشف وشويه كمون. تبغي تزيدي هذاك الكيب جومبو ديري الكيب جومبو معاه، تبغي تاني ديري غير الملح تكتفي بالملح والحر وشويه تاع راس الحانوت وطماطم قوطي، كل واحد وطريقه نتاعها في التليتلي. نتمنى يا ربي تكونوا ديروه وتنجحوا فيه ويعجبكم، يجيكم بنين كيما انا. ونتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله على قناتي وقناتكم وهرانية فيديو. السلام عليكم.